جرسك على الكاميرا. تحياتنا لكم متابعينا من واتساب ميديا نتورك، معكم حسين هاشم وحلقة جديدة من برنامج Ask the Experts، اسأل الخبراء. وضيفنا اليوم لديه خبرة أكثر من 20 سنة في مجال بيع العقارات، بيع وشراء العقارات، اسم من ألمع الأسماء في ديربون وفي ميشيغان، علي عبد الله آل عبد الله من EXP. فأهلا وسهلا فيك علي، نحن we're very happy to have you on the show. مش رح كتر المقدمة تبعي أنا لأنه we have a lot of questions اليوم. رح نحكي عربي إنجليزي عربيزي مثل ما أنت بتقول. مزبوط. عربيزي. So we're gonna be speaking English and Arabic back and forth لحتى هيك يعني شوي نعطي المعلومات العالم اللي بدهم إياها. بدي أعطيك الكاميرا إلك علي مثل العادة، بترحب بالعالم أنت، you say hi whatever you wanna say and then we kick off the show and we start talking. أكيد رح نحكي عن كتير شغلات مهمة اليوم. شوي رح نبلش باللي صار مؤخرا اللي هو الكورونا فيروس وتأثيره على الماركت هلأ حاليا على السوق العقاري بالريل استيت خصوصا بميشيغان مطرح نحن عايشين وبالولايات التانية كمان. فبدنا نفوت بهذا الموضوع، هل يا ترى العالم عم تشتري، هل يا ترى العالم عم بتبيع، هل يا ترى القرارات اللي أخذوها الفيدرال جوفرمنت الفيدرال ريزيرف عم بتساعد بهيدا الموضوع. فبدنا نحكي عن هيدا وبدنا نحكي عن ريل استيت باينج اند سيلينج. ديل اكيد اوكي فيت تو يو علي اند ذن ويل ستارت اوف كورس. اهلا وسهلا بالجميع وان شاء الله ان شاء الله على الشو ناخذ ونعطي مع بعض. اسمي علي عبد الله آل عبد الله EXP Realty، فان شاء الله فينا ناخذ ونعطي نتفاهم من بعض واتس جوين اون. شوي انا اختصاصي مش الفيروسز والميديكال وكل شيء، بس اكيد اختصاصي الريل استيت البيع والشراء. سو اي سؤال اي شيء عندكم بالنسبه للايكونومي بالنسبه للماركت، this is what we're here for. ف we would like it to be interactive، يعني لطريقه انه اسالوا سؤالكم واذا فيني اجاوبكم بجاوبكم، اذا لا يعني اكيد بنحولكم للاختصاصي. فان شاء الله you enjoy this one hour live feed with the WhatsApp media خينا حسين هاشم. Very good. علي كتير عالم يعني بتخوفي هلأ حاليا، في خوف في بانيك في رعب إلى حد ما، يعني العالم عم بتروح تخزن ببيوتها هلأ مثل ما بيقولوا they're storing inside their houses right now. شو بالنسبة للريل استيت ماركت، هل يا ترى أنتوا عم بلشتوا تحسوا بشيء تأثير بالكورونا فيروس على الريل استيت ماركت ولا بعد لحد هلا؟ Okay, so it came to Michigan recently. هلا ونحن كلنا عرفنا رح تجي لعند على يعني رح تجي لهون على ميشيغان ورح تروح على تكساس وعلى فلوريدا وعلى كل الولايات وكل العالم. هلا أكيد this disease is spreading faster than others. هلا إذا بتطلع ل 20 و 30 و 40 سنة بتلاقي انه على طول there's always some kind of disease something that happened. Okay. مزبوط. Whether it be swine or MERS or Ebola or all these different diseases. ها بتذكر ب Y2K هذا سنة 2000 قالوا كل الكمبيوترز they're gonna shut down. هلا this disease انا based on what I'm reading based on what I'm seeing it's growing faster than other diseases. هلا the real estate wise إذا أوكي لو شو ما صار بالدنيا بدو في حدا بدو يشتري وحدا بدو يبيع. لو في ديزيز قصدك يعني لو اللي كان لما نزلت لما هبط السوق بال 2008 و7 whatever we needed there are still people buying and selling. So buying and selling real estate is always going to be strong. وهلا حاليا it's been strong for quite some time because ما فيش بيوت كتير للبيع. ف personally I don't think it's going to affect the real estate market or economy based on what we're seeing. هلا right now I could كل شيء حساس كل شيء sensitive everything is everybody scrambling and panicking وعم يروح على المحلات وعم يجيبوا اغراض ومي ومحارم حمام و100 الف شغله وفي كمان في من ناس عم يعملوا فيديوز بتضحك عليها بس هيك at the end of the day كل شيء ما فيك تشوف وما فيك تشم او ما فيك تحس بيخوف. But اللي انا عم بسمع اختصاصهم بالدكاتره يعني اخبر مننا اكيد اللي الكبار بالعمر واللي المرضى اللي بيتاثروا اكثر شيء اللي عندهم امراض ثانيه. انا اكيد exactly. انا عم بحاول مقطشك اليوم علي لحتى توصل الفكره تبعك قد ما فيك بس انا بدي احاول اخذ قد ما فيك منك معلومات علي لانه انت صار لك بهذا السوق يعني صار لك اكثر من 20 سنه بهون ومثل ما عم تحكي يعني مرق عليك اكثر من 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 فيروس تقريبا يعني مثل ما حكيت سارز شو اسمه الثاني هذيك سواين في سواين ايبولا. هل يا ترى هودي كان عندهم امباكت على الماركت ات اول ولا 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 لا؟ I never seen any kind of disease
affect the real estate market or economy. Okay. I'm going to share a personal story. يلا. Okay. طب انا I don't know what year it was. يمكن it was 10 years ago. Swine H1N1. هذه اللي شو مزبوط. I had a customer and I didn't know, she didn't know she had it. I didn't know I had it. And long story short, now I don't know if that's where I got it from. But next you know, I got very sick, very ill. وحرارة وسعلة وكل شيء يعني. اه والله. Oh, this is, it was very bad. بأي سنة هاي؟ هذا يعني يمكن من 10 سنين. اوه واو. هلا انا ولا بعرف سواين ولا بعرف H1N1 ولا بعرف فيهم هدول شو. انا بعرف لما الواحد يسخن وراه بياخذ دواء وبياخذ شو اسمه الدواء اللي يشرب عسل وحامض وتعرف home remedies ها. But at the end of the day, I was trapped in my master bedroom for one week. والله. My kids could not see me. My wife. عزلت حالك. Quarantined yourself. Yeah. حالي. The doctor told me you have H1N1 swine flu. هدي بال 2000 من 10 سنين. يمكن 10 سنين. لا بيحضرنا هلا هدي مش هلا ريسنت لعلي من 10 سنين على ما حدا بيحضرنا. فأنا لحق لك شغلي يعني أكيد خفت. أكيد. Because مرتي لما تفوت على الأوضة she had to wear a mask. إيه. ممنوع حدا يشوفني والدكتور أعطاني دواء كتير قوي ومنيح إني كان عندي حمام جلك بالأوضة ل يعني I was trapped. But I was still doing real estate business off my computer, transactions وكل شيء, and it was still busy. That was during the swine flu. Wow. So that's why I don't think the real estate economy or market will get affected by this. Halaki, there's a lot of stadiums shutting down, everything happening. But I personally, and it was one week of torture. يعني إذا بقول لك بعد من هون, I was writing down things just in case. بس احتياط ما فقت. لك لوين؟ واو. يا اتس سكيري. اكيد بدنا نرحب بكل اللي عم يحضرونا على واتساب ميديا نتورك شو الاخبار ويب تي في بهيدا العرض المباشر لبرنامج اسال الخبراء مع خبير العقارات على علي عبد الله آل عبد الله. فموضوع كتير مهم اليوم, هل يا ترى الكورونا فيروس عم بيأثر على سوق العقارات؟ بدنا نحكي عن السبرينج ماركت بالسبرينج لانه نحن هلا بمارش تقريبا ب 20 الشهر وطلوع ببلش السبرينج ماركت اذا ماني غلطان. كيف البيوت؟ هل يا ترى عم تنباع بالسعر المزبوط ولا سعره عالي؟ هل يا ترى في عرض وطلب عالي؟ هل يا ترى الانترست ريت اللي نزل حاليا عم بيساعد انه العالم عم تشتري اكثر بيوت هلا صارت؟ اكيد بنتمنى منكم تسالوا سؤالاتكم لحتى تغنوا هيدي الحلقه, واكيد بيكون في نحن شغلات مش منتبهين لها من خلال سؤالاتكم نقدر ننتبه لها. عندنا سؤال علي, if you don't mind, سؤال من عبودي فرج بيقول if possible we would like a professional explanation to why homes in Dearborn and Dearborn Heights are priced much higher compared to close by markets like Canton in terms of price per square foot. سؤال كتير حلو by the way. This is a تفضل. Common question. Common question we get asked all the time, you know, why is the Dearborn Heights market so much more expensive and stronger with older homes instead of Canton, Livonia, Northville? Because I handle an hour radius on our radius of Dearborn. So I'm in Washington Township, I'm in Ann Arbor, I'm in Bloomfield, or wherever it may be. The reason is it's all about supply and demand. So it depends on your nationality and ethnicity. When you are wanting to live in a specific area because your family and friends and everybody lives there, well, Dearborn Heights are two large cities. But Hello. The problem is Dearborn Heights is only certain pockets that people like and want and need. Yani, I can't say if we lived in all of Dearborn Heights, there'd be plenty of room. The prices wouldn't be the way they are. But if you notice, in some areas, Abudi, there's pockets that are more expensive than another pocket. So it's known that if you want to be by your family and friends, being in Livonia or Canton or Northville is not by your family and friends. And that's the reason why out there, there's a lot better selection and you don't pay as much for what you would pay over here for an older home. فيني أترك؟ Yeah, absolutely. حاول قد ما فيني يكون مؤدب معك اليوم. أكيد. لأنه سؤال مهم لعبودي ونحن بننسأل كتير على طول هذا السؤال, وحتى أنت لما بتطلع معنا على الراديو عم نطلع بهذا البرنامج عالي عم ننسأل هذا السؤال على طول كتير. عم بيقولوا نحن بكانتون البيت أكبر, يعني بيكون البيت 2500 سكوير فيت. نفس سعره نفس حق البيت اللي هوني 1000 سكوير فيت أو 1200 سكوير فيت. وأجدد. وهونيك أجدد, it's a new build. فاهمين كيف؟ هل يا ترى لانه هونيك يعني مش كتير عالم بدها تعيش هونيك, او في بيوت كتير للبيع هونيك؟ يعني هل يا ترى في كتير بيوت للبيع ولا ما فيش طلب كتير هونيك؟ I'll make it very simple for you. يلا. Okay, here's two circles, right? تمام.
نحن we want to live in Dearborn or Dearborn Heights. تمام. And we want to live in this little pocket of Dearborn, this little pocket of Dearborn Heights. يعني خلينا نحول بالعربي الفصيح، بدنا نعيش بإيست ديربون نحن وبدنا نعيش وين بديربون هايتس؟ إيست ديربون، ويست ديربون، أو ديربون هايتس، بمناطق معينة. مناطق معينة. أوكي، هلا لما اللي قبلين يعيش بمناطق غير ديربون أو ديربون هايتس، they look at مش two cities، they look at five and ten cities. حلو. أوقات عم يدوروا، مثلا أنا عندي زبائن لما بيع البيت هون بديربون أو ديربون هايتس، they're looking عم بيدوروا على بيت بمنطقة معينة، right؟ بيقولوا لي أنا بدي مثلا ليفونيا، نورثفيل، كانتون، نوفاي. أي. طب عندك عندك مبدك. عندك اكثر خيارات صار هلا حاليا، مزبوط، عندك سلكشن اكثر من اللي عندك سلكشن هون. حلو. اوكي، سو ذاتس واي اللي عم بيدور برا بريت المنطقه، حلو، البيوت راح تكون ارخص على ما في هجوم، يعني مثل ذا هيرد، الشيب مش بيقولوا فولوينج ذا هيرد، مزبوط. اوكي، كل العالم بده هي المنطقه او هي المنطقه، طب اوكي اذا الكل بده نفس المناطق السلكشن راح يكون قليل وراح تدفع اكثر. بسموها law of supply and demand، عرض وطلب. طب هو يعني العرض وطلب عم بيعلي السعر ولا العالم والريل استيت ايجنت اللي عم بيعلوا السعر؟ مش ما خص الريل استيت ايجنت، نحن علينا نفرجي البيت لزبون. مين عم بيحدد سعره لهالبيت؟ هل يا ترى هو الزبون لما انت عم تروح لعنده عم بيقول لك علي حط لي بيتي ب 260,000 وبقول لك 100,000، ولا انت عم بتقول له بيتك بيسوى هالقد؟ هلا اوكي، سو لما هلا اذا انت مثلا تلفنت لي قلت لي علي عبد الله بدي حط بيتي للبيع، كثير منيح، اوكي رح اقول لك اوكي قديه كم اوضه نوم، صالون، سفره، مطبخ، شو عندك، كم قديه حجمها، هلا انا رح يكون المعلومات قدامي على الكمبيوتر، بس رح اسالك سؤال يمكن معلومات على الكمبيوتر مش مثل المعلومات بلكن زايد على البيت او شيء 100%. شو عندك بسمته خالصه مش خالصه، تو كار جراج، مزبطه مش مزبطه، قديه صار لك بالبيت، قديه عندك دينه على البيت، قديه حابب تجيب، شو المبلغ اللي حاطط براسي. سو بتساله للشخص قديش بدك ببيتك قبل ما تروح على البيت؟ ايه، قبل على التليفون، قبل ما شو، قبل ما انت تروح، قبل ما انا اشوف البيت. تمام، هذا على التليفون. تمام، هلا انا عم بسالك على السؤال ايه؟ لاعرف حالي اذا هذا البيت خرج انا اروح شوفه وحطه للبيع ولا لا، ولا لا. تمام. طب قلك انت قلت لي يا خيي بيتك بيسوى 200,000 وانت بدك 300، طب انا اذا رح احط لك بيتك للبيع ب 300 200% مش راح ينباع. اوكي، طب شو بدي يعني، شو استفدت؟ بتخسر وبخسر. ايه، بس انت كيف بتحدد سعره للبيت علي لما بترجع بتروح على البيت؟ رحت على البيت وبتعمل، افترضنا قلنا 200 250 يا اخي. تمام. ها، قبل ما اروح على البيت بروح على الكمبيوتر، بسموها comparative market analysis، يعني انا بعمل طلع بيوت مشابهه، طلع بيوت مثل بيتك حسب المعلومات اللي اعطيتني، قلت لي ثلاث اوض نوم كذا كذا كذا، طلع البيوت اللي انباعت والمعروض للبيع، انباعت وتسكرت الديلات بالاريا تبع هيدا البيت، بالمنطقه تبع هيدا البيت. قديش السيركل بيكون عليه؟ يوجوالي 1 مايل راديوس. 1 مايل راديوس، اوكي. بس ات ذا سيم تايم انا اي لايك تو دو وات ذي كول بوليجون. بوليجون يعني حلو. عم تربع انه المنطقه معينه، حلو، انه ما عم تستعمل في اوقات عندك مناطق احسن من الثاني، ما فيك تستعمل البيت اللي بالمنطقه الثانيه اللي اغلى اكيد مثل هذا البيوت أكيد. فنحن بنجيب بسموها كومبيربلز باخر 6 اشهر نبيعه، ها، ومنطلع بنجي لعندك على البيت وبنقول لك اوكي هذا البيت هذا البيت هذا البيت نبيع بعلى قد بيتك، مش احسن من هذا البيت وهذا البيت مش احسن، يعني بنصير نفرجيك اللو والميديوم والميدل والهاي، okay. ونقرر مع بعض، مش قراري ومش قرارك. تمام، مع بعض. So you go back and forth انت وصاحب البيت لتعرف قديش yes. السعر اللي لازم ينحط yes. البيت، واصلا يعني بتعرفه من خلال الماركت انت، اذا البيت قاعد كتير على الماركت ات مينز بيكون السعر مش مزبوط يعني ولا لك شو؟ لكن القصر ايه حطه غالي مش راح ينباع، مش راح ينباع. سو السعر بيلعب كتير دور ببيع البيت بشكل سريع او بشكل بطيء. الاحسن تحطه بسموها fair market value. fair market value لما عم تحط بيت حسب ما بيسوى اللي بيوت مثله انباعت، يعني اذا كل البيوت مثل بيتك عم ينباعوا 200,000 اكيد اذا حطيته 250 مش راح ينباع، بس يمكن ينزل لل 200 بعد 6 اشهر. شو عملت انت؟ خسرت كل هالوقت، رجعت للمبلغ اللي كنت فيه. اذا بتحطه بسعر مزبوط بتعرف شو بيصير حسين؟ ايه، بصير يتضاربوا عليه وممكن السعر يطلع مش ينزل. اكيد. خليني بس اخذ شويه كومنتس علي اف يو دونت مايند. نحن عبودي جاوبنا عن سؤالك، اكيد اذا عندك سؤال غيره او حيلا سؤال عبودي او ما بدك استفسار اكثر على سؤالك فيك ترجع تسال على الفيسبوك او تتواصل مع علي، رقم التليفون 313-718-5000. مزبوط علي، هذا رقم التليفون 313-718-5000. اكيد اللي عم يحضرونا على الفيسبوك نحن بنتشكركم،
Yeah, yeah, please, عبودي, I know you have a lot of questions. As many questions as you want. حيلا واحد عم يحضرنا. نحن هيدا البرنامج معمول لحتى تسألوا سؤالاتكم وتستفيدوا من خبرة الضيوف اللي بيكونوا معنا. نحن مثل ما بيقولوا بالعربي الدارج منقيين على الطبلية للضيوف. كل واحد بيكون عنده خبرة بمجاله بشكل طويل وهو من المتفوقين ومن التوب بمجال اللي هو نحن عم نجيبه. يعني علي هو شخص بيدرب ريل استيت ايجنت تانيين, يعني منه بس ريل استيت صراحة. فأكيد نحن نتمنى منكم تسألوا سؤالاتكم. بدي أقرأ شوية كومنتس. بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد أندريا مس مسلمة USA بتقول حسين you're safe in distance. just kidding. عشان بعيد عنك علي, ما أنت سواين وسواين. No, no, this was 10 years ago or 12 years ago whatever. عباس بخضر بيقول لك عم يحضرك ومش حاطط, مش لابس glasses, هو مش لابس عوينات. مش أحكي عليها يعني. مش عارف شو قصدي فيها العباس. أوكي. حبيبي عباس. عصمت حداد بيقول لك يسعد مساك علي, يسعد مساكن. حبيبي. وبيسألك بالمختصر المفيد علي, بالمختصر المفيد بنشتري ولا ما بنشتريش بيت هلا؟ 200% اشتري. ليك طلعوا يلا قل له بس اقنعه. اذا بقول له اشتري بدك تقنعه. لنكون واضحين يلا. انا عليك, انا كثير ترانسبيرنت مثل ما بقولوا, ابيض واسود, ما في لك دور وبهار وملح. سبب ليه لبدك ليه احسن لتشتري هلا, فكر فيها. الفايده هلا اتس مثل ما عم بسمع بيلو 3%, يعني البنك عم تعطيك المصاري بلاش. سو البيت اللي انت كنت عم تشتريه مثلا 200,000, ها هلا فيك جيب بيت 220-230. مزبوط, بيكوز الفايده نزلت وعم بيجربوا يخلوا السوق قوي. فهلا right now الكومبيتيشن عندك شرايين عم بيضربوا معك, عم يضربوا عليك وكل شيء. بس هلا بس يتحسنوا التأس بمناطق راح يصير في كتير طلب وبيع, فيصير في كومبيتيشن اكثر. ف 100% اشتري هلا, ما تخافوا بالنسبه للسوق الفيروس وكل شيء. لك الفيروس كل سنتين ثلاثة فيروس جديد بيخترع, بينزل على السوق. بينزل على السوق. وعلى فكرة خلينا نشيل الكورونا فيروس على جنب. yeah. مش كل يوم في أمراض ومشاكل وجرائم وناس بتموت كل يوم كل يوم كل يوم غير الفيروس. طب هيدول مش هيدول العالم مش عم تهتم في هيدول مش مهمين؟ ما هيدول مهمين مثل الفيروس. طب ليه نحن بس عم نخاف بالفيروس بس مش عم نطلع بال المريض بالمستشفى اللي عم يتصور؟ بس علي كمان بدناش نتجاهل بنفس الوقت انه في خوف عند العالم. حتى يعني في بلدان مسكره, يعني ايطاليا سكروها, امريكا هلا حاليا نحن موجودين بامريكا they stopped to travel مع يوروب for example, في مين كيف. ففي خوف, يعني في رعب عند العالم because it's invisible. لانه invisible, يعني مثل هلا بالفرنسز بسموها carbon monoxide. أي. على الهيت بالبيت اذا عنده فسخ بالشو اسمه بالهيت ما بيشوفه, هو ما بيشوف الغازات فيها it can kill right 100%. This right here هلا I'm not gonna say no this disease. انا صرت حاضر 100,000 شغله يعني مش هقول لك انه it's not dangerous, ولا راح اقول لك انه it's 100% dangerous. okay. مثل ما عم بسمع مش راح لو بعيد من هون I got it. ها طبعاً انا had the swine flu خي I got the swine flu جمعه ومرقت تمام حسب صحتك. خلينا ناخد سؤال بعد اكتر. حسن بيقول لك great info as usual مع thumbs up. وبيسألك حسن are they gonna cut the interest rate more؟ هلا so far هل يا ترى الانترست ريت يعني الفايدة, الفائدة yeah. بدهم بعد ينزلوها, لانه مثل ما بتعرف عليه الفيدرال ريزيرف عملوا cut 0.5%. يعني هيدا بيعتبر big cut مش مزبوط. none of the small cut. اشرح لهم ليش عملوا هيدا الكات if you don't mind عليه. yeah. And then سؤال حسن, هل يا ترى راح ينزلوا هيدا الانترست ريت؟ لانه عم بينحكى يعني عم نسمع بالاخبار عندهم تو اوبشنز, او بيعملوا اربع مرات 25 يعني كوارتر كوارتر كوارتر, او راح يعملوا تو بيج وانز بعد اللي هن هاف اند هاف. تمام. بدك اعطيك شويه وقت ولا؟ yeah, no, everything is everything like اذا الواحد راح يقول خليني انطر بلكي نزلوا الفايده بعد, خليني انطر بلا ما اشتري هلا خليني انطر. ما هو الاوقات الشركه المورجج كومباني القويه والشاطرين بيحطوا لك فايدة, وإذا نزلت بينزلوا لك إياها, إذا طلعت ما بيطلعوها. والله. Yeah, they can do that. You know what I'm saying? They lock it in for a certain amount of time. If it goes down, he gives you a lower rate. If it goes up, he doesn't raise it. اشرح لي إياها هيدي, وقف لك أنت, وقف. علي, إذا أنت رحت عند mortgage company, lender يعني, وعطوك for example interest rate, هني they can lock it in, أنتوا بتسموها هيدي, مش هيك؟ يعني بيحصروا لك إياه إنه هيدا هو الريت اللي رح يطلع لك إياه. إذا الريت طلع ما بيطلع عليك, وإذا نزل فيه ينزلوا لك إيه أكتر؟ مش كل الشراك, مش كل المورجج بيبول. أوكي, هذا سؤال كتير حلو بايدوي. يعني هيدي نقطة كتير مهمة, يعني أنا إن شاء الله بركي نحاول. But this is why, this is why حسين, this is why نحنا أنا I've always okay so تفضل علي. I always teach real estate agents and people because in the company I am I recruit real estate agents على الشركة.
على فكرة they canceled the convention, the EXP Realty convention April 20 ل 22 بأورلاندو اللي أنا حاجز لها. They canceled it. So alhamdulillah, you know why they're canceling everything is so that it doesn't spread as fast. مزبوط. Because the hospitals can't handle the amount of disease coming in and the support. But لأرجع لسؤال. السؤال إنه شو كان السؤال هلا نسيت. سؤال عن الانترست ريت، هل يا ترى بعد رح ينزل الانترست ريت؟ كمان السؤال اللي سالته انا انه انت بس تروح عند لندر قلت لي انت انه ذا اذا اعطوك انترست ريت ونزل الانترست ريت اقل في لندرز بينزلوا لك اياه يعني اذا طلع ما بيطلع في شرك في شرك. اوكي ذس از واي اي سي لايك اني بودي من ما كان في يروح على بنك معين او كريدت يونيون معين او شركه كبيره معين انا بنصحكم تروحوا مع شخص توثق في تاخذ وتعطي معهم ما تتكل على الشركة الكبيرة because الشركة الكبيرة ممكن ما فيهم يعملوا اللي هذا الشخص فيه يعمل لك. يعني مثلا إذا عم تتعامل مع شخص فلان معين بتعرفه من شركة معينة بلا ما نسمي أسامي أكيد باحترامي للكل بالمصلحة كلهم أصحابي وإخواتي ف بنصحكم تروح على شخص معين مش شركة معينة. ركزوا على الشخص مش الشركة من ناحية يعني ليه؟ بيكوز هذا الشخص ممكن هو بيقدر يجيب لك الفايدة أقل والتكاليف أقل وإذا ما قدر مثلا افترضنا جاب لك الفايدة أعلى ممكن إذا نزلت الفايدة بيقدر ينزل لك إياها. هلا لما تتعامل مع شركة كبيرة والشخص ما بتعرفه وما بيعرفه بتعرف أوقات حسين بالتلفون للشراك أكيد أكيد بحولوك عن فلان بعدين فلان بحولك لفلان ايجنت لايجنت ايجنت وما بتعرفه ولا بيعرفك 100% وبن ما تسكر الديل تلاقي حالك كلفتك بلاوي ايه. على قالوا لك الفايده على الاد والتكاليف على الاد والله تقول لهم وبتصير معنا بيقولوا لي والله انا ما رحتش عند صاحبك او مش صاحبك بس الشخص اللي بتتعامل معه اكيد على هالشركه اعطتنا على الاد الفايده والتكاليف بقول لهم يا عمي بس التكاليف والفايده ممكن تغلى وتتغير انتبهوا بنصحهم ما انا مير علي 23 سنه ايه. بالمصلحه مير علي شايف كثير شغلات وحقاق ايه. فبنقول لهم هيك ما بيصدقوا بيصدقوني بس او بيصدقونا بس اوقات بدها تجربه القصه كثير حلو كثير حلو. اكيد في عندنا سؤالات كثير على الفيسبوك ما بعرف ليش مش فاتح تليفونك انت مش عامل شير انا متكل عليك طب شو بك ما بدك تعمل شير للحلقه مش عامل لها شير انا متكل عليك اوكي سعيد تحياتنا لك سعيد عم بيسلم علينا سعيد فاكيد تحياتنا لك واكيد بدي اشوف انا مين عم كمان عندنا سؤالات بدي احاول اخذ السؤالات تبعكم اماني علي بتسالك اذا في كان اذا كان هل اذا كان الشارع جديد وفي بيوت معمره جديده بتغلي من سعر البيت يعني انت you are living on a street where there is new houses عم بيتعمروا هل يا ترى هيدي it will impact يعني the value of your own home عمل لي share I got you Educare يلا دي عائلة Educare تفضل علي السؤال عرفته للسؤال أماني صارت أماني thank you for the question so we get this asked to us all the time so let's just say you have older homes on a block and then a big house gets built this happens in many communities in many areas حلو Yes, it will bring the values up in your area because what will normally happen, like in my case, my parents' house back in the 90s, كان كله بيوت إدمة. We tore down the house, we built a larger home, and then another house got torn down, then another house got torn down, then all of a sudden, صار شي 5, 6, 7 newer constructions on the block. The taxes Hello. Are more expensive, هيدول البيوت الغاليين. بس الشارع, في drawback في حسنات وسيئات. So شو الحسنات والسيئات؟ سيئاتها أنه كله مثل بعض بعدين يجي لك هذا البيج هاوس بنص بسموه كمنظر يعني ككوزماتيك كمنظر مش حلو يعني شو بيقولوا اربعة بنص الجمعة ايه مزبوط برافو عليك فأنا على فكرة انتم ما بعرف اذا بتعرفوا اللي عم يحضروني انا جيت على البلد عمري سنتين صرني 44 سنة على البلد وتعلمت العربي والانجليزي كله هون بين بيي كان يقول لنا اهلنا كانوا يقولوا لنا العربي بالبيت والانجليزي برا فالحمد لله نايس بشكر اهلي الله يخلي لك اياهم فوق راسك بشكر اهلي لهالشيء على لو ما علموني العربي ما فينا نحكي مع اكيد طيب خلينا نرجع للسؤال السؤال شو كان السؤال انت عم تضيع السؤال اليوم اوكي غير انه علي كمنظر انه مثل اربعه بنص الجمعه على البيت بس هل يا ترى هو بيعلي من الفاليو تبع البيوت اللي حواليه بيعلي شو قديش النسبه اللي بيعلي هل يا ترى هي نسبه يعني مفيده نو برسنتج قد ايه بتعلي
Yeah. But I can tell you, you know, I can tell you, you know, it depends on the neighborhood. كمان. Depends on the neighborhood. يعني في عندك مثلاً, I'll give you an example. Docks Theater, Bedouin Heights, huh? Docks Theater كان كله بيوت إدمة, right? هلا طلع Docks Theater كل بيت أكبر من التاني, كل بيت أحسن من التاني. مزبوط. طب أوكي, هل البيوت الإدمة هلا صار في, يعني كان مثلاً 40 بيت. أوكي. هلا صاروا 30 جديد وعشرة جديد كبار. وعشرة إدمة. أوكي. أوكي, طب هل العشرة الإدمة بعدهم سعرهم مثل ما قبل ما تعمروا الكبار؟ نو no, هلا عم يدفعوا نزل سعرهم يعني؟ طلع. 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 اوكي اوكي. ما ذاتس وات ام سين سمتايمز بس يتعمر بيت. سو بشكل عام تطلع. تطلع. طيب خليني انا بدي احاول, سوري علي, عم بحاول انا مش عم بقطشك بس عم بحاول اسرع شوي لانه في سؤالات كثيرة. طبعا. وبدي يكون فير مع الكل لحتى نجاوب اسئلتهم وبعد انا ما سالتك ولا سؤال, يعني تذكر انا سالتك كورونا فيروس ووقفت لحد ما بلشت شيء. جعفر زمت بيقول علي از ذا بيست مان. جعفر. ثانك يو حبيب قلبي جعفر. عبودي بيسألك, I'm sorry, I have a lot of questions on this topic. What kind of updates do you recommend to do to a house to increase the price? And what kind of updates are a waste of money? That's a fair question and that's a great question. So هني الشغلات اللي بتعملهم للبيت كتحسينات منيح, يعني بيحسنوا من البيت ومن سعر البيت, وشو هني الشغلات اللي مش لازم تعملهم لأنه ما لهم فايدة. أوكي, إلك يا علي. يلا. Yes, so أنا I've always said less is more. يعني less clutter or junk is more. بس التصليحات وتجديدات بالبيت, أول شغلة المطبخ, تاني شغلة الحمام. So kitchen and bath, paint, carpet, هيدول الأربعة. تمام. إذا بتغير المطبخ وتغير الحمام و paint و flooring أو wood أو carpeting, بس تعمل هيدول الأربعة البيت كله بتغير. حلو. بس أهم شيء إذا رح تبيع ما تصرف على المبلغ لتبيع, يعني ما تحط 10,000 ليطلع لك 15,000, رح تحط 10,000 يمكن يطلع لك 7. اوكي, سو مش على طول فكره حلوه انه انت يعني تحط لك 10-20,000 بالبيت. يعني في كتير عالم عالي قبل ما يبيعوا بيتهم بيروحوا بيغيروا الكيتشن او بيغيروا الحمام, يعني هذه فكره مش منيحه. I don't like to, انا always say less clutter, يعني قليل اغراض ببيتك مصاري اكثر لجيبتك. والله اغراض كتير ببيتك, اغراض يعني كراكيب وعجقه وفوضى, اقل مصاري لجيبتك. اوكي حلو. نادر ابراهيم اكيدي, اهلا وسهلا فيك. ايهاب ابراهيم بيسالك علي, would you ever consider opening offices in upstate New York? نادر so, ايهاب ابراهيم. Would you ever, oh I see that question. You okay. see it? Okay. So ايهاب, so just to let you know, whoever's watching, EXP Model, it's an international company, okay? Mm-hmm. Which means I recruit real estate agents across the country, across the US, Canada, Australia, and United Kingdom. حلو. And more countries are adding. We're adding more countries. So when I say Al Abdallah team international, because I'm doing business local, national, and international. So if you are a real estate agent in any part of the US, Canada, United Kingdom, and Australia, and you want to know what I'm doing and how I can help you grow your business, take it to the next level, I can be here and you can be in New York. I've got agents all over the world that have joined me that I can help mentor, coach you, guide you. So if you reach out to me, I can explain that better to you, Ihab, one-on-one, and we can discuss further at 313-718-5000 or side message me if you don't mind. Good question. كثير سؤالك حلو إيهاب. أكيد علي, فيني كمل بالسؤالات إذا في دون مايند. أشرف يحيى بيقول تحياته لك وللجميع اللي عم يحضروا, وبيقول الأفضل التواصل مع أكثر من شركة وبنك للحصول على أحسن معدل فائدة وبعدها اختار أنت براحتك, والتعامل مع شخص واحد مخاطرة كبيرة. وبيرجع بيسألك علي, شو توقعاتك للربيع القادم؟ which is هيدا نحن بدنا نحكي عليه بعد شوي يعني هلا. وعم بيقول لك هل نشتري بيت او لا, مثل كل عم بيسالوا علي, يعني هل يا ترى بنشتري بيت او لا. وابراهيم بدوي ايهاب بيقول لك برافو ثانك يو, رح يحكي معك اكيد. ولا يهمك حبيبي ايهاب. تفضل عندك. So yeah. So yeah. I would definitely tell you اللي متردد لك هلا right now, انا عم بيطلع لي الناس عم يتلفنوا لي علي شو رأيك راح يصير بالسوق بالنسبة للي صار بالنسبة لذيس. تسمح لي أنا أسأل سؤال علي, لأنه كتير عالم السؤال تبعهم خايفين إنه يصير ماركت كراش, يعني يصير مثل ما صار بالألفين وثمانية. بوعدكم مش هتصير. كيف ليش مؤكد أنت؟ كيف مؤكد؟ Because this is not the okay. I know راح يقولوا this is the biggest وكل شيء طبيعي. يخيل Y2K لما قالوا الكمبيوترز كلهم راح يسكروا بالسنة الألفين. شو صار؟
انا مي نظريا، انا علي عبد الله شخصيا يمكن غلطان يمكن صح، برايي انه الدراما اللي عم بيصير اكثر ما هي طيب. العالم خايفينه اكثر ما هي، وعلى هيك اي دونت اي ثينك لك كل شيء جديد له ضجه صح. بس شو بيصير من بعد الضجه تروح بيروق الجو صح يعني. عفوا يمكن اقولها غلط، بديش اقولها قولها بالانجلش انا بترجم. لا لا مش انه ترجم، بس يعني راح احكيها من ناحيه بعيد من هون. لما واحد يروح على جنازه ها ايه، مش الاحساس كله مقلقز و... ومقهور وزعلان وكل شيء ايه، بتلاحظ بيمرق الجمعه جمعتين شو بيصير؟ بلش يتغير كل شيء، بيرجع مثل ما كان صح. yeah. Yeah. احساسي ان شاء الله يا رب الله يسمع مننا، يسمع من الجميع، انه انه هذا هذا المرض راح يخترعوا شيء ليروق الجو اللي spreading. And I don't think personally it's gonna affect our economy or real estate business. هي هلا هو اوريدي بلش بامريكا مش هلا عليه. هل يا ترى تاثرت الماركت ولا بعد الماركت؟ It's very high. It's still very strong. I'm still getting multiple offers on my properties. اه والله 100%. بعد انا بدي افهمهم للعالم انه بعد العالم عم تشتري وتبيع، ما حدا وقف لا يشتري وما حدا يوقف يبيع، يعني فاهمين كيف؟ لو شو ما صار اي مرض اجباري 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 في اللي بده يتجوز، في اللي عم يتطلع، في اللي كم قاعد بالبيت، وفي اللي ترك البيت، وفي اللي كان عنده بيت صغير صار بده بيت صغير، في اللي كان عنده بيت كبير ما عاد فيه يدفع دفعاته. كل يوم لو شو عم يصير بالدنيا كلها اجباري يكون في شراء وبيع. وهيدي من الاساسيات لما بنحكي نحن عن اساسيات وشغلات زي دي، مش انت بيت واكل هودي اساسيات، يعني ما فيك تقعد بلا بيت. You have to buy, you have to sell. وما فيك تقعد بلا اكل وما فيك تقعد بلا، يعني هودي شغلات اساسيات يعني مش رح يختفوا من السوق. افترضنا ما اشتريت بيت. ايه. مش رح تروح تستاجر. بدك تستاجر، مين بدك تستاجر؟ واحد صاحبه لهالبيت. لمعلوماتكم اللي عم بيسال اللي عم يستاجر، انتم عندكم خبره وفكره انه اللي الاجار دفعت الاجار اغلى من دفعت المورجج؟ تعرف كتير ناس ما بيعرفوا هيك؟ تعرف كتير ناس بيقولوا لي انا عم استاجر على ما فيني جيب لون، بروح بروح بقول لهم ليه ما فيك تجيب لون؟ حاكين مع شخص وشخص قال له ما فيك تجيب لون. مزبوط. يعني I know like I'm just trying to tell you انه اجباري اجباري لو شو عم يصير بالدنيا، في بده اللي بده يشتري، في اللي بده يبيع. مزبوط. So bottom line. So buy now, sell now, take advantage of the interest rates. Because هذه الفايده مش رح تتكرر يمكن. لا كل ما تنزل الفايده نحن بنتفاجئ، وكل ما تطلع بنتفاجئ، كل ما الاسعار تنزل نحن كشغلتنا بنتفاجئ، وكل ما يطلع السوق بنتفاجئ. هلا كيف الاسعار عليه هلا نحن عنا؟ It's very strong. اسعار يعني عاليه. Yeah, عاليه على في طلب اكثر من ما في شو اسمه موجود. حلو. Yeah. طيب علي خليني بلش احكي عن سبرينج ماركت. كسبرينج ماركت يعني السوق هلا بالربيع، نحن هلا جايين مثل هيدي يمكن يو جايز سترونجست ماركت رايت ناو، مش هيك؟ احكي لي كيف الماركت بتكون هلا وامتى ببلش هيدا السبرينج ماركت؟ شو يعني شو السبب، شو السبب انه بيبل واي دو بيبل ويت انتل ذا سبرينج تو سيل؟ اي العربي يعني ليه العالم بينطروا للربيع ليحصلوا للبيع؟ مزبوط. على بدكم تفكروا بشغله انه لما حاطط واحد لبيته للبيع بديسمبر او نوفمبر، ما اذا باعه وعندك شهر شهرين لتسكر الاولاد بالمدارس بعدها. مزبوط. فالمشكله انه صفي عم بيحولوا الاولاد من مدرسه لمدرسه بنص السنه. Okay. But that's why people wait until April, spring and like March, April, May. Hello. Because and plus the weather is warmer. People are more motivated to look at houses, and at the same time, it gives them time. Na btaatiun waqt la ilaqo bayt, bihawlu almadaris. Ma za wahed aish bi Dearborn, bdi aish bi West Dearborn or Dearborn Heights. Madaris rah tatghayyar. Wa fi nas ma bdon ghayru alawlad min nass alsana, fa bintaru la March, April. ما بلك البيت اخذ شهرين ثلاثه او اربعه لينباع، بلك ما نبيع right away. هذه نقطه مهمه باي ذا واي. عندك شهر شهرين لتسكر الديل. هي بدي اسالك عن الكلوزنج قديش بياخذ وقت، بس خليني اكمل بقصه الربيع. سو امتى بتبلشوا انتوا علي بتلاقوا انه الماركت بلشت تطلع؟ اوكي هلا هذا السؤال. The market has been strong because بالشتويه كان قليل بيوت للبيع. اوكي. ف the pricing is still stronger. صحيح انه الربيع بيصير في شرايين اكثر ايه،
بس في بيعين اكتر. اوكي. فالسبب انه السعر بيطلع بالربيع اكتر، يمكن ممكن ممكن مش 100%. اذا اوقات انا حطيت بيتي للبيع بديسمبر بنوفمبر او ديسمبر بيتي، ليه؟ بيكوز انا بعرف العرض عرض والطلب، ها بعرف انه اذا بنطر لنوفمبر ديسمبر راح يطلع لي، بدل ما يطلع لي 15 شره عم يطلع لي 5 شرايين. اوكي. بس الخمسه مضطرين يشتروا. ما حدا بيدور على بيت بالشتوي بالثلج بالبرد الا اللي بده يشتري، اللي بده يشتري. اوكي. واذا في 5 بيوت للبيع بدل ما يكون في 20، اي السعر راح يطلع مش راح ينزل. فذاتس واي spring it's a strong market because of weather and schools, and then you have more buyers and you're going to have 20 buyers, 30 buyers, 50 buyers, but it's يعني كيف بتقول لك it's no perfect answer to it. معروف spring is a better market. على فكرة spring is better than summer. في ناس ما بيعرفوش هيك. سبب انه spring market احسن من summer because the summer اكتر الناس ما بيكونوا بالصيفية مسافرين بالparks بالبولز. واللي اشترى وباع وواتيفر خلص اشترى وباع، والصيفي بيهدى السوق شوي، ما بينزل بس بيهدى. اوكي. سو بشكل عام ربيع بيقوى السوق، صيفي بينزل لانه العالم بتكون فاكيشنز بخف بخف بيكوز فاكيشنز اند اول ذات. اوكي. سو ما بتنصح العالم يحطوا بيتهم للبيع بالصيفيه؟ لا، كز هلا اذا حطيت لك بيتك للبيع بالصيفيه بجولاي وعندك اولاد، اوكي، ونباش لسبتمبر أو أكتوبر، شو بنعمل؟ حلو. طب عادي لما يعني ولادك رح تحولون بعد شهرين ببلشين على مدرسة تانية. You know, that's why spring. هذه نقطة مهمة by the way. That's why ببلشوا بالسبرينج. هذه نقطة كتير مهمة. هذه حتى بيجولي أنتوا لما بتشتروا، لما بيصير في بيع يعني للبيت أو شراء بيت، يعني قديش بتاخد الكلوزنج يعني فترة؟ من قديش المينيموم لقديش الماكسيموم؟ أوقات شفت أنه صار في فترة زمنية أخذت. So right now هلا مثلا اذا حطيت اذا دورت على بيت ممكن تاخذك جمعة جمعتين ثلاثة او اربعة يمكن يوم حسب ذوقك. تمام. بس افترضنا لقينا لك بيت اليوم، تمام، وقدمنا اوفر ووافقوا، اوكي، المورجج اذا عم تجيب مورجج عادة بتاخذ بين 30 ل 45 يوم لنسكر المعاملة. وعندك اذا قاعدين في البيت ممكن تاخذ شهر او شهرين ليطلعوا هني من البيت. اوكي. هذه نقطة ثانية، يعني بلكي البيت اللي عم تشتري انت الناس بدهم وقت ليطلعوا ليلقوا بيت تاني. ايه. فمصلحتنا بسموها دامينو افكت. الجيم الولاد بيلعبوها دامينو. ايه. كله بيوقعوا. اوقات الشرة والبيع ما بيعرفوا في 5 او 10 بيوت معلقين ببعض. ايه. انت اشتريت بيتي. اوكي. انا عم بشتري بيت تاني. البيت تاني اللي عم بشتري بيت تاني. وكله بدي كله بتعلق مع بعض. او اللي حاطط بيته عم ببيعك ياه. عم بيدور هو على بيت لحتى يشتري، او بتكون هيدي الترانزاكشن صار فيها ممكن هذاك البيت اللي عم يشتري فاضي. ايه. ممكن في حدا ساكن فيه وهن بدهم شهر او شهرين يطلعوا. سو كله بده وقت. ذاتس واي بنقول للناس اذا حاطط براسك تشتري اشتري هلا. أوه. ما تنطر. ما كل ما تنطر كل ما تاذي حالك. طيب يعني. علي من خلال خبرتك انت شو هي المشاكل اللي بتصادفوها انتم عم تعمل كلوزنج؟ في كتير مشاكل بتصير اوقات، مزبوط؟ طبعا. ما حدا بيعرف سر بمصلحتنا الا نحن. ايه، لانه العالم بتفكر اوه حطينا الساين قدام البيت، رجعنا حملنا هالساين وحطينا انه سولد، نبيع البيت واستلموا المفاتيح وكان الله يحب المحسنين وخلصنا. يا ريت يا ريت مصلحتنا از ذس ايزي بليز، لانه انا بسمع كتير مشاكل بتصير بالكلوزنج. اوقات لا سمح الله بيصير في سكام مع التايتل كمباني، بيكون دافعين داون بيمنت، بتطير الداون بيمنت ان سيرتن واي. اشرح لي هودي المشاكل بتصير بالترانزاكشنز اللي بتخلي فور اكزامبل اذا انت اشتريت بيت او بعت بيت تتاخر الترانزاكشن لتخلص. اوكي. سو لما تقدم اوفر عم تحط اوفر وبيوافق على المبلغ، بننصحكم انكم تعملوا برايفت انسبكشن. عندك 5 تيم او 7 تيم لتعمل انسبكشن. وافترضنا لقيتوا كل شيء تمام والحمد لله اتكلتوا على الله، تعبوا الاوراق مع المورجج كمباني. لما تعبوا الاوراق مع المورجج كمباني، هلا قبل ما تعبي الاوراق مع المورجج كمباني عندك انت بسموها بري ابروفل، يعني انت حاكي مع تبع المورجج، شايف الكريدت تاعك والانكم وكل شيء. هلا بس بده اياك تلاقي بيت، لقينا بيت وعجبك وعملت البرايف انسبكشن، وهلا رح تعمل بسموها مورجج ابلكيشن، وعبيت الاوراق مع المورجج كمباني. هلا شو ناطرين الابريزل. الابريزل اوقات بتاخذ جمعه او جمعتين، واذا الابريزل مش الحال بالسعر بنكمل، اذا لا ممكن لازم يا ننزل السعر يا بتدفع الفرق الشر او المعامله تفكس. بس في كتير اشياء التايتل كومباني والمورجج كومباني والريل استيت والبلديه يعني
تعرف كم شخص يا حسين بيكون معلق بكل معاملة الريل استيت من بعد ما نتفق على سعر؟ لا. في ناس بيفكروا انا والمورجج كومباني والتايتل كومباني والشراء والبيع. اوكي. والايجنت تبع الشراء والبيع. حوالي 30 ل 40 شخص. اوف. هلا نحن الوجه انتوا الفيس اوف ترانزاكشن. ترانزاكشن. بس التليفونات والايميلات والمواعيد وكل شيء شي 40 شخص. واو. يا هلا اليوم كان عندي كلوزنج. اوكي. كان عندي الشراء والبيع بالتايتل كومباني. فرجيت الشراء والبيع بالتايتل كومباني كم شغيلي كان فيه. واو. كان في 65 شغيلي بقلب التايتل كومباني. فكر فيها. طب هيدول شو عم يعملوا؟ شو عم يطلع متسلوا عم يطلع على الكمبيوتر؟ نو عم بيشتغلوا. بس انت الكشرة بدك بيسموها كلير تايتل، بدك التايتل تبع البيت ما يكون عليه رهن، ما يكون عليه مشاكل، ما يكون في اي كونتراكتور بده مصاري من البيع. هذه بيسموها تايتل انشورنس. ومهمه مهمه مهمه الشركه اللي تتعامل معه التايتل كومباني او المورجج كومباني او الريل استيت يكونوا اويا. بيكوز يعني عفوا بكلمتي، بس ما تروح لعند شخص على تصاحبك اوكي او بتعرفه. اوكي. يعني انا بقول للقرايب وللاصحاب ما تتعاملوا معي على بقربكم وانا صاحبكم. بشكل عام شو قلت لهم المشاكل علي انت؟ قلت لهم ممكن يعني شو هي المشاكل اللي ممكن تصادفك انت وعم تسكر البيت؟ يعني ممكن هل يا ترى يمكن يموت اذا مات لا سمح الله صاحبته للبيت او صاحبه للبيت مات، شو بيصير؟ اوكي. انت عم تشتري بيت اذا ما في ويل، ما في ويل، ما في تراست، ما شو بتصير؟ هذيك المره بتذكر لما كنت عم تعمل معنا شو من 3 اشهر مسكر انت، مش مسكر بس انه اوريدي انه دي اكسبتد ذا اوفر وايفريثينج، بدك تروح لتسكر قام ماتت المره، مش هيك؟ شو صار؟ فاكست العام راح الديل، مش راح الديل. وشو بيعمل اللي هو اوريدي كان حاطط الاوفر وهيك؟ بيخسر كل شيء، بده يبلش من اول جديد، رجع بلش يدور على بيت من اول. امبارح كان عندي كلوزنج. اوكي. الشره اجى مضى. اوكي. البيعه زبونتي اوكي قررت ما بدها تيجي تمضي. ليه؟ اما حطت شيء باسمها، لنقول لكم ليه ما تحطوا شيء باسم حدا. ليه؟ حطت اما هو البيت لاما ولالها. اوكي. اما حطت موتسيك لابن بنتها، هير جراند، هير جراند سون. اوكي. والجراند سون ما دفع الموتسيك. قديه لازم تقبض؟ هي شيء 50,000. عفوا شيء 70,000. اوكي. ها؟ قد ايه رح تقبض امبارح؟ 45,000. اوف. 25,000 دولار بس عشان موتوسيكل؟ البنك التايتل كومباني بدها تشيل من الربع لتدفع هذا الحق الموتوسيك. واو. هلا البيعه شفناه على التايتل كومباني، على التايتل بين عليه على التايتل انه هيك شو اسمه، واساسا هي قالت خلص شو بدنا نعمل ندفعهم، مقهوره زعلانه. ما اجت على الكلوزنج. هلا مضطرين عاود نسكر الديل بكره. بس شو رح يصير؟ هذا ال 25,000 اللي هي الربح هي صارفه على البيت وشاغله وصار ومصلحه، هو ال 25,000 الربح. واو. راح على الموتسيك. هيدي كثير تغريت علي ما بينتبهوا للعالم، بس انه مثل ما عم نحكي انه بيفكروا انه خلص اشترينا بيت، بعنا بيت، حطينا البيت وانتهى الموضوع. اتس سموث ترانزاكشن. سمتايمز سموث ترانزاكشن، بس سمتايمز بيصير في مشاكل. اكيد انا بدي اتشكر كل اللي عم يحضرونا على الفيسبوك، كل هالمتابعه القويه اللي عم تصير. اكيد عم يوصلوني الايميلات والمسجات، فاذا بتشوفوني انا عم بطلع على الكمبيوتر بيكون في كتير عم توصلنا ايميلات ومسجات، خصوصا هلا بخصوص الكورونا فيروس. بعثوا لنا ايميل وقالوا لنا انه زيعوا من هنري فورد كولج. اكيد ان شاء الله عندنا حلقه بكره بخصوص الكورونا فيروس، بديش اخذ من وقت عليه. بس بشكل عام هنري فورد كولج هلا بعثوا لنا اناونسمنت، اعلنوا انه رح يغيروا السكيدجولز تبع الكلاسز، وفي كلاسز رح تصير اونلاين، والكلاسز اللي ما فيهم يعملوها اونلاين رح كمان يعطوا دايركشنز للتلاميذ كيف رح يعملوها. بكره بنعطيكم ديتيلز اكثر، بس اليوم الحلقه عن ريل استيت رح خليها بالريل استيت. بدي اقول لك شغله. تفضل. اللي هلا نحن وي هاف اي اكس بي ريلتي، وي هاف ا كونفنشن ابريل 20 ل 22. لانك كنت رايح عليها. مزبوط. ان ذا كومباني وي هاف، نحن وي هاف بنسموها فيرتشوال كامبس، فيرتشوال كلاود، يعني كلاود كامبس. انه الشركه كلها 700 امبلويز بالكمبيوتر. بتفوت على المكتب عادي مثل افاتار. ها؟ ايه. شو قرروا؟ ليك لذة التكنولوجي. مش كنسلوا الكونفنشن. الكونفنشن عادة بيكون في شيء 10,000 شخص. اوكي. ريل استيت ايجنتس. اوكي؟ من اي اكس بي. هلا شو عم يعملوا؟ This is where the advantage we have as the company I work for.
because عندهم virtual campus, you can walk into technology. الكونفنشن كله راح يعملوه بقلب الكامبس على الكمبيوتر. واو. يعني بتفوت انت بتحضر الصف بتحكي بتعمل وتساوي كل شيء كان راح يعملوه كل شيء على الانترنت يعني هلا واحد حاليا. من بيته بيكون بقلب الكونفنشن. That's what they're doing at the schools. Hala, now they're trying to do the. عم بيشيلوا الشغلات عم يحطوها. أحمد الغزالي بيسألك علي سلام كيف أسعار البيوت بهالأيام؟ ما بعرف إذا انتبهت له للسؤال أحمد الغزالي. So هذا السؤال أمل فواز بتقول in my opinion any time is a good time to buy a house even if the market is up or down. أكيد أمل علي. أمل, you're very smart. 100%. 100%. It's always a great time to buy. تدري. It's never a bad time to buy. زيد كساب بيقول it's seriously the best time to sell since the inventory is low in spring season and spring season. Yep. And since lots of motivated buyer because of low interest rate. It's great to see my mentor علي عبد الله. علي أنت مدرب كتير real estate agent. Yes, بعتقد زياد he's one of I mentor, I coach and mentor over 50 real estate agents that right. I've brought into the company. And I have a daily collaboration, daily training that I do for them. And I do a class once a week, every Wednesday at 8:30 p.m. in the cloud. Can anyone join that class, Ala? Any real estate agent can join the class. You've got to join the company or the team. Tamam. And if you're interested in joining the class or the mentoring or the coaching, hey. And you're with a different company and you want to try it out, see it and check it, and you're not sure if this is for you, hey. Yes, I will put you in. You can test it out, see what it's like. Collaborate, and it's either for you or not for you. But I've been in the business for 23 years, and I've been a top producer for a long time. And you know what I love about what I do for a living is I love what I do for a living. لا أكيد أنت you love what you do for a business. I don't love. You know, there's people that are driven by money. Hey. Okay, the commission. صدقني وحياة الله إنه I close the deal today. كان عندي الشرة والبيع. It was a $300,000 deal or $270,000. I honest to God did not count. How much I made, I never count. أنا بهمني اهتم بالزبين, اهتم بالسيرفيس, والمصاري بتجي لحالها. تجي لحالها أصلاً بس يكون. وفي كتار بيقولوها, في كتار بيقولوها. أنا مش بفكرش بالمصاري, بتكذب علي لا شو بفكرش بالمصاري. ما عائلتي عايشة من وراء الشغل اللي أنا بعمله. 100%. That's your living, that's your way of living. But on my card it says great service and great results. حط لهم إياها على الكاميرا, حط لهم إياها على الكاميرا. Yes, بتقول great service and great results. ليه؟ If you have great service and great results, should be sir, you have a great income, right? شو لك كان؟ Okay. شو لك كان؟ فأي كان ما فيني أنا حط على signs تاعي، حط على الكروتي، حط على كل الادفرتايزم. أنا I give great service and great results. وأنا بس عم فاق بالحق المصاري. 100% 100% هذي 100% I don't do. حسن بيقول لك مرحبا علي وبيسلم عليك تحية لك بيقول لك حسن هاشم أكيد تحياتنا لك حبيبي حسن. حسون. حسن من بيروت ريستورانت مش هيك؟ Oh, okay. Yes, 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 I hate it because أنا في كتير عندي كذا محامي كذا law firm that I deal with probate and estate. يعني لما الشخص بعيد منهم حدا بالعائلة بتوفى بتوفى البيت بيصير للولاد أو ولاد ولاد أو بيورث شو بسموه هذا بيورثه yeah exactly so ورثة هيدا ورثة exactly هلا نحن I do أنا بعمل بختص فيها و وقوي فيها على صار لي زمان بتعامل فيها بس المشكله وين بشعبنا نحن بعيد من هون لما يصير شيء ما يعني اكيد في صاحبنا حميد دكروب he's very knowledgeable of this information attorney حميد دكروب he knows very a lot about this stuff but يعني الويل التراست اذا بعيد من هون بيصير شيء لفلان مين بياخذ قد ايه بيطلع لهم نحنا نشتغل بالعكس نحنا شعبنا بس تصير الشغلة بنصير نفكر المصاري البيت السيارة باسم مين ما بنكون محضرين حالنا ما بنكون حاضرين حالنا لا ما بنكون نحنا مهمة نحضر حالنا على بعيد من هون ما حدا بيعرف امتى يعني حدا بيطب امتى بيطب امتى وقته ف if you need
estate and probate and will. Hamid is very good at it. Okay. I'm giving him a shout out because he's humble, he's honest, and he knows what he's doing with this stuff. Okay. I've been in court. By the way, لما probate. بس ما هذا قصدي عليه إيه. لما for example بيروح البيت على الكورت على المحكمة إيه. في أوقات المحكمة بيحطوا البيت هني للبيع لحتى ينباع بيعوه بس احكي لي عن هذا الموضوع يعني عشان هيك سألتك because يعني إذا هلا البيت باسمي وبعيد من هون something happened to me okay if my wife is not on the title بيروح للبروبي إذا ما في will ما في trust ما في شيء المحكمة بتحطه للبيع والمحكمة بتقرر شو بيصير بالمصاري. That's why مهم الواحد يجيب محامي قبل ما تصير هالشغلة. هلا أنا لما حطوا للبيع هذا البيت البروبي بيكون محامي عامل كل شيء للعائلة. تمام. بس نحطوا للبيع بحطه أنا بسعر مزبوط مش عالي مش رخيص بسعر مزبوط بينباع. بعدين بياخد كل الوراق كل المعلومات على المحكمة. وين كاوني مكوم أوكلاند أوكلاند مكوم and وين كاوني كورت. Okay. حسب وين البيت وبروح على المحكمة وبقول لهم انه 1-2-3 حطيني للبيع بعد قد حطيني بعد كذا يوم هذا الأوفرز هذا الشيء والجاج بيقرر اذا ايه او لا اذا فينا نكمل او لا. طيب سؤالين على الفيسبوك وبدي اسألك انا عن قبل ما اخذ السؤالين علي عن موضوع في كتير عالم حكينا شوي انا وياك على الراديو بس على الراديو ما بنطلعش لايف فبروبلي كتير عالم ما سمعوه بالنسبة للواحد اللي تاكس بيته عالي علي فيهم يروحوا على السيتي بعتقد في appeal form you can appeal form بس هي بشكل سريع if you don't mind it's very simple بتطلع taxable value على الورقة اللي مكتوب عليها state equalized value أو taxable value بتطلع taxable value إذا taxable value مكتوب عليها 100,000 معناته بيتك عم يشرجوك taxes على 200,000 double it's two times the amount so إذا بيتك بيسوى 200,000 أو 180 ما نو افترضنا بيتك بيسوى 220 او 230 وإني عم يشرجوك تاكسز على 200,000 مش حرزين رح تحاربهم ما رح تحاربهم على شيء ما رح يصفي ما بدهم يطلعوا التاكسز وشي ينزلون تمام بس اذا بيتك بيسوى 200,000 وعم يدفعوك تاكسز على 300,000 هونيك لازم هون بدك تروح على البلديه بتسالهم الفورمز ذيرز سام ميلر سام ناس على فورد رود ودنوود اختصاصه you take your information وبيقول لك اذا حرزاني يعمل لك شيء او لا سام ميلر از فيري جود ات هي دازنت تشارج اني ثينج هي جاست علي بشكل سريع عندنا سؤالات لانه تقريبا وصلنا لاخر الوقت من الحلقه دائما الوقت بيمرق معك هيك علي انت مهدي بيسالك اذا تاخر عن دفعات البيت 3 اشهر شو بيصير what happens if you don't make your loan payment for 3 months you can lose your house three payments behind the bank can foreclose on you اه والله sometimes you can do a short sale if you owe too much وما بيسوى البيت مهدي if anybody is in any kind of situation where they can't afford their house and they can't make the payments call me and I'll tell you what to do what not to do because sometimes ما بيعرفوا انه بيتهم بيسوى اكثر ما هن مفكرين والله سو بيروحوا بيعملوش الدفعه بنفس الوقت انا كنت فيني احط لهم البيت للبيع وبيعلن البيت ويستفيدوا يعني حرام احلى ما يروح البيت احلى ما يروح البيت للفوركلوجر ما تاذوا الكريدت score حرام اتي زهراء ياسمين عطيه على ما اعتقد يعني what if we close the house and the seller is not yet ready to leave the house يعني سكروا على البيت والسيلر is not ready to leave العقد الكونتراكت اذا الكونتراكت مكتوب انه بيطلع له 30 يوم بعد الكلوزنج او جمعتين او يوم او شهرين كله حسب هن شو حاطين شو مكتوب لما بلشتوا بالمعامله على الوراق واذا مش عم بيطلعوا بالوقت اللي انتم قررين وام سوري الوقت اللي انتم متفقين بدك تحكي مع البروكر تاع الاونر اوف ذا ريل استيت كومباني واذا ما مش الحال بدك تجيبوا محامي والله هلا قليل بتصير قليل بتصير قليل محاميه بيدخلوا بمصلحه سو انتم لما بتعملوا هيدا الكونتراكت يعني فاهمين كيف بتقولوا بهذا الكونتراكت اللي بعتوه انتم البيرشيس اجريمنت بيرشيس اجريمنت بتحطوا انتم فور اكزامبل انه seller must leave after 30 days seller must يعني انت after closing so buyer and seller هني they agree It's when they mutual leave mutual agreement when we make an offer when you make an offer yeah okay. قبل ما تمضوا تتفقوا الاوكيبنسي بكون متفقين so real estate agent تبعهم لازم يقول لهم انتوا real estate agent yep 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 بيتفقوا انه مثلا اوقات لما يحطوا بيت للبيع بكون مكتوب عليها الاوكيبنسي على MLS على السيستم 30 days 60 days to be determined negotiable هذا بتصير بينك وبينهم كثير منيح
واذا ما فل ساعتها يمكن لازم تعين محامي. هلا قليل 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 ما بيتركوا بالوقت بالوقت المضبوط يعني هيدي يعني لك بس يدخلوا المحاميه بالداء يعني اكتريت الاوقات الريل استيت ايجنت ما نحن مش محاميه بس نحن اختصاصنا مضبوط اكتريت الاوقات بين نحن بين البروكر صاحب الشركه نقدر نعمل نحل المشكله موضوع علي الموضوع. انا بدي اكيد اتشكرك يعني وقت خلص معك بشكل سريع بشكل مش طبيعي. انا بدي اعطيك اخر 2 مينت لك اللي بدك كيفك تحكي بدك تذكرهم عن الماركت سبرينج ماركت بدك تذكرهم برقم تليفونك انت الاريا اللي انت يو سيرفيس وات يو دو بليز ذس از يور كاميرا جو اهيد ذس از 2 مينتس فور يو حبيبي. سو هيرز وات اي دو وان تو شير اف يو ار لوكينج تو باي اور لوكينج تو سيل اي هاف ا تيم of agents anywhere in Michigan, anywhere in the US, anywhere in Canada, anywhere in the world. I have people that are using me for my service بلبنان بالأردن بوين ما كان بالعالم. قلت لي هذيك المرة على راديو عم ببيع باب بالأردن سوري قطشتك عندي يا بالأردن وبلبنان والسبب انه شو بعمل انا لما الواحد يتلفن لي يقول لي بده يبيع وبده يشتري ببلد معين او منطقة معينة بدل ما انتم تلفنوا للشخص انا بحولكم لعنده انا بعمل انترفيو شو بسموه بالعربي مقابله معهم بشوف اذا اني منيح او مش منيح لكم. This is better for you to use my service instead of going directly to somebody you don't know. When if you're a real estate agent looking if you're looking to get into the real estate business I'm always recruiting agents here in the US, Canada or anywhere else in the world. Call me and I'll tell you how to get your license, what to do, what not to do, and get you going. Even if you're with لو مع شركة تانية بيأثرش اتصلوا فيي and I'll show you the advantage or disadvantage and what to do, what not to do if you're thinking about it. شو رقم التليفون؟ 313-718-5000. Follow me على Instagram at Al Abdallah EXP Realty. ALABDALLAHEXP Realty, REALTY. Yes. على انستغرام على فيسبوك آل عبدالله اسمي علي عبدالله بس آل الاسم أسهل للعالم وفي 100,000 علي عبدالله. والويب سايت تبعك علي الويب سايت ALSELLSIT.com ALSELLSIT.com. You can search for homes, you can watch videos about me, you can watch things to do, don't do about real estate and also different coaching and mentoring things for you to learn off of as a buyer, seller or a realtor. Very good. Is that 2 minutes? لا, that's very good. يعني you did great actually. I love that you stayed within time. أكيد أنا بدي أشكركم كل اللي كانوا عم يحضرونا على الفيسبوك بهيدي الحلقة مع إنه العالم كتير خايفين من الكورونا وهيك في كتير عالم عم تحضر كتير عالم عم تسأل سؤالات فبنتشكركم على طول على متابعتكم لهيدا البرنامج وكل برامج واتساب ميديا نتورك. نحن بنكبر على طول بمشاهدتكم ودعمكم وبأسئلتكم اللي على طول بتسألوها وبتغنوا هيدا البرنامج وبتغنوا حديثنا وبتغنوا الحوار معنا ومع ضيوفنا اللي بيكونوا بهيدي البرامج. بكره رح يكون عندنا حلقة كتير مهمة بالنسبة للكورونا فيروس, رح تكون على الساعة 6:00 مساء بكره نهار الجمعة at 6 PM حلقة مباشرة. رح يكون معنا ضيوف الشيف رنت حداد من ديربون بوليس ديبارتمنت, رح يكون معنا الدكتور حسان دكروب مختص بالأمراض المعدية, رح يكون معنا المشرف العام لمدارس ديربون غلين ماليكو, رح يكون معنا أسعد طرفة من وين كاوني وشيف غلين أوينز من ديربون فاير ديبارتمنت. بكرة البرنامج يبث حصريا ومباشرة على واتساب ميديا نتورك بالتعاون مع تي سي دي ومع وان ديربون على الساعة 6:00 مساء. أنا بدي أشكركم على متابعتكم لهذا البرنامج. ما تنسوا تتواصلوا مع علي عبدالله آل عبدالله إذا عندكم حيلا سؤال بالنسبة للعقارات لشي بيع وشراء العقارات أو حيلا سؤال خاصه بالريل استيت ماركت. رقم علي هو 313-718-5000. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله الجمعة الجاي رح يكون معنا المحامي جمانة كيروز بهيدا البرنامج. عطول تابعونا وفيكم تسألوا سؤالاتكم وتتواصلوا معنا. إلى أن نلتقي في برامج أخرى وحلقات تانية. كان معكم حسين هاشم من واتساب ميديا نتورك شو الأخبار ويب تي في. إلى اللقاء وتصبحون على ألف خير. That's what I'm saying. I like it.